مشاهدينا الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بنكمل حديث عن الإشعاع النهاردة. بنقول لو تعرضنا لتلوث إشعاعي، سواء بدخولنا في حرب مباشرة لا قدر الله، أو بسبب وصول غبار ذري من دول قريبة. فالأول بنتكلم عن القنبلة العيارية اللي اتضربت على هيروشيما وناجازاكي. بنقول إن قدرتها 20,000 طن من مادة التي إن تي. التي ان تي اجزاء من كيلو تقتل الانسان. تفجير القنبله العياريه يعادل 20,000 طن من التي ان تي. بمعنى ايه؟ لو قلنا قطر بضاعه كل عربيه بتشيل 100 طن، محتاجين 200 عربيه ينفجروا في نفس اللحظه. حصل طبعا تطوير بعد كده، وانتجت القنبله الهيدروجينيه دي اضخم واكثر قوه، وبتعتمد على الاندماج بين الانويه وليس الانشطار. وبتحتاج قنبلة ذرية تبدأ كبادئ بتعلي درجة الحرارة لمليون درجة مئوية عشان يتم الاندماج، وبتنتج طاقات هائلة، ودي بتحاكي على مستوى ضئيل طبعا ما يحدث في الشمس. في معلومة لدى البعض قديمة شوية، إن لازم القنبلة الذرية تبقى كبيرة، لأن في حجم حرج بيسموه الكريتيكال سايز، لو قل عنه من جرام ما تنفجرش القنبلة الذرية. وبالتبعية بيعتقدوا ان العدو لو استخدمها احتمال هو نفسه يصاب بالغبار الذري والاشعاع المختلف. لا، وجد علاقة عكسية بين الكثافة والكتلة، فانا عايز اقلل الكتلة بزود الكثافة. وبالفعل تم انتاج قنابل ذرية صغيرة العيار بتستخدم في القتال على مسافة 5 كيلو 10 كيلو. طيب، الغبار الذري الناتج طبعا التفجير الذري بيحصل تضاغط شديد يعقبه خلخلة ناهيك عن درجة الحرارة العالية، وبيرتفع الغبار ده وعليه المواد المشعة لقرابة 10 كيلو، وبعدين يفقد سرعته فيفرش أكتر، فبيدي في النهاية شكل بنسميه شكل عيش الغراب. أخطر المكونات في الغبار الذري إيه؟ حاجات ياما، لكن أكثرهم وأشدهم تأثيرا اليود 131، سيزيوم 137، وسترانجيوم 90. زائد طبعا بيحصل انتشار كبير جدا للنيوترونات. طب عايزين نخفف من هذه الأخطار، طبعا اللي في مركز الضرب ده قضي عليه أو قريب منه، لكن الأفراد الأبعد بالغبار الذري بيصلهم وبيأثر بشكل مختلف. في عياء ذري كبير متوسط خفيف، وقلنا قبل كده سابقا في الحديث السابق إن ربنا سنح الإنسان أن يتحمل جرعة قدرها 50 رنتلين على الساعة. أكثر الأعضاء تأثرا في الإنسان نخاع العظام المنتج للكرات الحمراء والأنسجة التناسلية، وأقلها حساسية الأعضاء الداخلية زي القلب والكبد والبنكرياس. وبالمناسبة الإناث أكثر تحملا من الذكور، مش في البشر بس، في كثير من الكائنات. إحنا بنقول التجربة اللي حصلت في تشيرنوبل في أوكرانيا لما انفجر المفاعل الذري كان أحد الحلول لمنع انتشار النيوترونات إلقاء قضبان من عنصر البورون بالطيارات، وهذا العنصر بيتصف بصفة غريبة جدا أنه بيمص النيوترونات رغم صغر وزنه الذري. وعليه بننصح بتناول المأكولات اللي بتحوي نسبة كبيرة من عنصر البورون، زي إيه؟ زي اللوز، المشمش المجفف، الفاصوليا، تمر البلح، العدس، الحمص. الأمر الثاني بنقول إن جذور الخلايا اللي في جسمنا كل عنصر عايز يدخل له مكان مخصوص، وكل مركب له مكان محدد بنسميها المستقبلات او الريسبتورز. فلو في عنصر طبيعي هندخله في المستقبل يمنع العنصر المشع ان هو يدخل. عشان كده لما حصل انفجار في اليابان وفي اوكرانيا على طول بيوزعوا اقراص يديد البوتاسيوم، بيوزعوا اقراص يديد البوتاسيوم للاهالي. اليود النورمال لما بيدخل في المستقبل بيمنع اليود المشع. السيزيوم 137 شبيه بالبوتاسيوم، فالبوتاسيوم النورمال لما يدخل ويملى المستقبل يمنع السيزيوم 137 من الدخول وتخريب الخلايا. وعايزين نقول ان مصر بتضيف عنصر يعني مركب يديد البوتاسيوم بنسبه 20-70 بارت بالمليون لملح الطعام من سنه 2000، وبنناشد الشركات انها تعمل أقراص وتبقى موجود احتياطي، وخاصة أن سعرها زهيد وتصنيعها يعني بسيط مش معقد. نيجي للسترانشيوم 90 المشع البديل له الكالسيوم الطبيعي، برضو استخدام الكالسيوم الطبيعي
بيملى ريسبتورز فيمنع دخول السرانشيم المشع. لما حصل انفجار في تشيرنوبل جميع الأعلاف والبرسيم والمواد الخضراء كلها تلوثت، اللي هي أكل الحيوانات، فجابوا كل حيوانات اللبن وأكلوها الأعلاف الملوثة، واتحسب الريزيديوال افكت أو ما تبقى من المواد المشعة في اللبن بعد كده. وجد إن لبن الجاموس أقلها في المواد المشعة، ومن ثم لو حصل ضربة إشعاعية استخدام لبن الجاموس شبه آمن للأطفال والمسنين. وطبعا استخدام الألبان المجففة والمعلبة في حينه يبقى أفضل وأضمن. وأنا بعتقد إن لبن الإبل ولحومها قد تكون آمنة حينئذ. ليه؟ لأنها بتتواجد غالبا في أماكن بعيدة مفتوحة. فيما يختص بالفراخ أو الدجاج، الأمثل إن إحنا نأكل الدجاج البياض بدلا من دجاج التسمين. طب ليه؟ لأن الفراخ البياضة لما جسمها تلوث فيها ميزة تستطيع أن تطرد الاسترانشم 90 في قش البيضة، فجسمها يبقى أقل تلوثا. وبنقول استخدام حبوب من الحمض الأمين سيستين، ده مهم جدا لحماية الدي إن إيه في خلايانا من التخريب، وده متوفر فين؟ في البيض واللبن والثوم واللحوم. والأمثل لو نضاف له عنصر السيلينيوم وفيتامين إيه. وبالمناسبة بتعطى أقراص من حمض السيستين ده لرواد الفضاء، لأن هما بيتعرضوا لنسبة إشعاع عالية فوق علشان يحموا الدي إن إيه من التخريب. الخضار والفاكهة يجب غسلها بشكل جيد وتقشير الطبقة السطحية ما أمكن. وبننصح بتناول الخضروات الصليبية، العائلة الصليبية الكبريتية يعني، البروكلي والكرنب والقرنبيط. بنقول إن تناول حمض الفوليك المتوفر في الأوراق الخضراء ومعاه البي 12 ده فعال فعلا في التخفيف من آثار أشعة الجاما. لو في غلال أو حبوب يجب طحنها. المية يجب ترشيحها قبل استخدامها. وبننصح بتناول مأكولات المحتوى على البكتين. البكتين ده بيتحد مع الجسيمات المشعة فيطردها مع النفايات، وده موجود في التفاح، الكمثرى، الموز، الفواكه الحمضية، البامية، الكرنب وغيرها. وبننصح بشرب كميات وافرة من الماء المقطر. بكتيريا الزبادي واللبن الرايب اللاكتوباسيلس دي بتحمي الجهاز الهضمي من مخاطر الإشعاع. ضحية التعرض للإشعاع لو كان يعني إعياءه زيادة شوية، ده يجب وضعه في بيئة معقمة، وتقديم جرعات مكثفة من المضادات الحيوية ونسبة من الصفائح الدموية لتوقع حدوث نزيف له. طيب ده فيما يختص بالأفراد، لكن المعدات تلوث الغبار نزل عليها، العربيات، الجرارات، أي معدة، فعايزين نشفط الغبار من عليها. ففي جهاز شفط بيؤدي عمل زي المكنسة الكهربائية كده، وفي جهاز بيركب على شكمان العربية يستفيد بالعادم اللي طالع، فالدفع ده بيعقبه خلخلة بيؤدي نفس العمل بتاع المكنسة الكهربائية القوية، فبيشفط الغبار ثم يتم دفنه تحت الأرض. مع يلي هذا غسل المعدة بالماء ومعاه منظف غسيل. طبعا الملابس الملوثة يجب خلعها والاستحمام وارتداء أخرى نظيفة مع غسل الشعر بالماء والصابون، والحذر إن تصل لإيه؟ لفتحة الأنف أو الفم. في حالة ابتلاع المادة المشعة تفرغ المعدة من محتوياتها باستعمال الغسيل المعدي. كثير من الجيوش عندها ملابس واقية لمنع الإشعاع من اختراق أجهزة الجسم وكفائتها عالية. في حالة توفر ملاجئ مجهزة التواجد بها لأكبر فترة ممكنة، ده مهم حتى يقل تأثير الإشعاع في الخارج. في دول عندها ملاجئ ذرية بها مأكولات وأدوية تكفي لستة أشهر. وأنا بعتبر أن محطات المترو وما بينها أماكن يمكن اللجوء إليها في مثل هذه الحالات. القنابل الذرية دول كتيرة بتمتلكها وبتحاذر من استخدامها خوفا من رد الفعل. حتى لو بتقاتل دولة ما عندهاش قنبلة ذرية، بتجد مبرر هذه الدول أن تستخدم الأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيماوية. ولكن الأكثر انتشارا واللي استخدم بالفعل ما يسمى باليورانيوم المستنفذ. إيه اليورانيوم المستنفذ ده؟ ده ما تبقى الآش أو ما تبقى في المفاعلات النووية بعد استخلاص اليورانيوم 235، ده لا وجد إن له قدرة عالية على الاختراق، فبيغلفوا بيه دلوقتي دانات المدفعية. اليورانيوم المستنفذ لو لمسته بإيدك كده مفيش خطورة، لكن الخطورة بتنبع من إيه؟ لما يصطدم بهدف زي الدبابة مثلا أو مجنزرة درجة الحرارة بتصل عدة آلاف، ف
فبينصهر وبيتحد باكسجين الهواء الجوي ويدي غاز اكسيد اليورانيوم ده شديد السمية، وبينتشر بالريح حتى 200 متر. استنشاقه بيسبب امراض تشبه الايدز واللوكيميا والفشل الكلوي والانيميا الحادة، واستخدم بالفعل في يوغوسلافيا والعراق واماكن عديدة. حفظ الله الجميع ونشر السلام بين البشر.